طيب بسم الله. في الجزء ده يا شباب من المحاضرة هنتكلم فيه عن الريكيرجن والريكيرزيف فانكشنز، وعايز أعمل إشارة يا شباب للكتاب حق سافيتش شابتر 14، نتكلم فيه بطريقة جميلة جدا عن الموضوع ده، فأنا أنصحكم إنكم تقروا الشابتر ده تحديدا. الريكيرزيف فانكشن يا شباب أو الدالة ذاتية النداء اللي اسمها بالعربي، هي ببساطة دالة بتنادي نفسها بنفسها زي ما الاسم بيقول ريكيرسيف فانكشن. إذا فكرنا في إنه في التوب داون أبروتش اللي هو الفكرة بتاعت نقسم المشكلة بتاعتنا إلى سب تاسكس. إذا كان عندنا تاسك بنسميها سب تاسك. في بعض الأحيان ممكن يكون السب تاسك هو سمولر إكزامبل أوف ذا سيم تاسك، يعني في بعض الأحيان ممكن تكون مشكلتك نفسها أو الحاجة اللي أنت عايز تحلها هي ما مشاكل فرعية متنوعة، هي نفس المشكلة بس بتحل في نسخة أصغر منها أو نسخة أقل منها. فكر فيها مثلا، أنا لو تجيب مجموعة أعداد مثلا من 1 ل 10، اوكي، ممكن تجيب مجموعة العدد 1 و2 وبعدها الناتج تضيف له 3 وبعدها الناتج تضيف له 4 وهكذا. فدي يا شباب طريقة ممكن نفكر فيها أو الفكرة بتاعت الريكيرجن، اللي هي إنك أنت بتحاول تحل نفس المشكلة طيب ولكن نسخة أقل منها، اوكي، ودي الحتة اللي بنحتاجها في العادة للريكيرجن. طيب مثلا اللي هو ده واحد من التاسكس درسناها في واحده من المحاضرات اللي فاتت، الحكايه بتاعت السيرشنج. فمثلا اذا انت عايز تعمل سيرشنج ان اراي، if you want to search an array، ممكن تعمل divide the array or to divide the array into smaller arrays، okay، او two، ممكن نقول two parts، okay، وبعدها تعمل search the first والsecond half of the array. هتكون طبعا لانه الاراي ككل مع بعض هيكون definitely أكبر من إنك لو قسمتها لـ two parts، searching the first part and the second part كل واحد فيهم لحاله، أكيد حتكون الماتر أسهل. Okay. أنواع زي كده من المشاكل يا شباب اللي هي الفكرة بتاعت إنه مثلا يكون عندك حاجة واحدة كبيرة صعب تحلها من البداية، لكن ممكن لو قسمتها لنفس المشكلة لكن أصغر شوية، يعني بدل ما تبحث مثلا في 100 عنصر من البداية تبحث في 50 50 أو 25 25. النوع زي ده كده من المشاكل يا شباب أو النوع زي ده من المشاكل ممكن يتحل عن طريق الريكيرجن أو الريكيرسيف فانكشن. طيب الريكيرسيف فانكشن بتشتغل كيف؟ مثلا يكون عندك دالة هو سماها الآن ريكيرس عشان يكون مثلا الاسم بنفس الموضوع شغالين فيه، تكون مثلا من النوع void، ممكن تكون من أي نوع لكن افترض من النوع void. اوكي، بداخل الدالة نفسها بيكون في نداء لنفسها، يعني بداخل الريكيرسيف فانكشن او الدالة اسمها ريكيرس بتذكر ثاني اسم الدالة نفسه ريكيرس، طبعا ما بقدر يكون اسمه ريكيرس ممكن يكون اسمه ايه مثلا، لكن بداخل التعريف حق الدالة ايه بيكون في ذكر او نداء للدالة ايه نفسها، وهنشوف التفاصيل كيف. طبعا بعدها بداخل المين انت يو جاست كول ذا ريكيرس فانكشن، وين يو كول ذا ريكيرس فانكشن هنا اثناء الدالة هي بتنفذ في الكود حقها بتلقى نفسها مرة ثانية نادت نفسها بنفسها، ترجع ثاني كانها بتعيد نداء نفسها مره ثانيه. اوكي؟ فدي الفكره بتاعت انك ذاتيه النداء او ريكيرسيف فانكشن. اوكي؟ ناخذ مثال عشان نشوف الحاجه بتشتغل كيف فعليا. نفترض يا شباب انه عايزين نعمل داله اسمها رايت فيرتيكال. اوكي؟ الداله دي ببساطه بتاخذ انتجر. اوكي؟ وبتطبع عليك كل المكونات حقت الانتجر ده او العدد الانتجر ده كله عدد في سطر لحاله. يعني مثلا لو مررت عليها سي 123 اللي هو ده المثال اللي حنجرب عليه بعد شويه، حتطبع لك 1 2 3 اللي هي 123 لكن كل خانه في سطر مختلف. فطبعا لازم يكون العدد في البدايه هو اكبر من او يساوي الصفر، والاوتبوت هيكون انه الان اللي هو العدد اللي مررناه is written to the screen vertically with each digit on the screen in a separate line. نشوف الحاجة بتشتغل كيف. في أوسط الأحوال يكون العدد نفسه مكون من خانة واحدة، يعني عدد ما بين ممكن نقول من 0 لحد 9. اوكي، الحالة دي ببساطة هتطبع العدد مباشرة، فدي هي simplest case. اوكي، الاحتمال الثاني يكون العدد فيه أكثر من خانة، يعني يكون فيه خانتين مثلا. اوكي، ففي الحاله دي او 3 خانات او ايا كان عدد الخانات، فممكن اقول اذا التاسك ده
ممكن نقسم، كان راح يكون ما ميك سنس بالنسبه لكم الان، لكن فكري فيهم. هل في ما يمنع انه اقول خلاص بطبع جميع الخانات حقت العدد الاولى؟ يعني مثلا اذا العدد مكون من 3 خانات، بطبع كل الـ3 خانات الاولى، والخانه الاخيره اللي هي بتكون في اقصى اليمين اللي هي خانه الاحاد كمان اطبعها. يعني اقول انه التاسك انا قسمته على حاجتين، السمبلست تاسك اللي هي رايت ذا لاست ديجيت اللي هو الموست رايت، اوكي، وكل الخانات الثانيه طبعتها في سطور منفصله. يعني اطبع كل الخانات اللي قبل الخانه الاخيره في خانه الاحاد، تكون ده التاسك الاول اللي هو كبير نسبيا لكن اقل من التاسك الاساسي اللي هو طباعه كل الاعداد كل الخانات، بالاضافه لطباعه الخانه الاخيره على اقصى اليمين. فكره زي كده، مثلا اذا كان عندك العدد نفترض 123، اوكي، الحاجه المتوقعين ان نطبع 1 2 3 صح؟ ممكن نقول خلاص اوكي، طالما حاليا ما شغالين في السمبل تاسك، يعني طالما العدد هو امامي خانه واحده زي ما واضح من 3 خانات، انا حقسمه لتو تاسكس. التاسك الاول هو طباعه الجزء ده اللي هو اوتبوت اول بط ذا لاست ديجيت فيرتيكلي اللي هو كل الخانات الاولى، والتاسك الثاني او السب تاسك الثاني هو رايت ذا لاست ديجيت الاولى. ستيب 1 اللي هي اوتبوت اول بط ذا لاست ديجيت فيرتيكلي هي حتكون سمولر فيرجن اوف ذا اوريجينال تاسك. الاوريجينال تاسك انك كل الخانات تطبعها فيرتيكلي. ستيب 2 اللي هي انك تطبع الخانه الاخيره حتكون هي السمبلست كيس اللي هو خلاص بقى معنا غير الخانه الموست رايت اللي هي ممكن نسميها تريفيا كيس او سمبلست كيس. طيب ممكن نشوف كيف الكلام ده ممكن يتم فعليا، يعني كيف انا ممكن اكتب الحاجه دي في شكل بتاع سي بلس بلس. واضح قدامكم كده يا شباب، بتقول له اف ان أقل من 10 اللي هو السمبلست كيس، إذا كان العدد نفسه مكون من خانة واحدة ببساطة أطبع لي العدد مباشرة. else بمعنى لو كان العدد أي حاجة غير كده، بمعنى أكبر من 10 أكبر من أو يساوي 10 يعني مكون من خانتين، هنعمل حاجة شوية غريبة. هنقول له رايت فيرتيكال اللي هو نفس اسم الدالة، اوكي، ان وذ ذا لاست ديجيت removed و see out the last digit of n. لاحظ انك انت هتعمل كولينج لنفس الداله، هو طبعا الى الان ما كتب لك اسم الداله والى الان هو سودو كود، يعني ما كود كامل، اوكي، ولكن الداله نفسها اسمها رايت فيرتيكال، اوكي، وهتمر لها العدد حقك اللي هو n. بداخل الداله زي ما هشوف بعد شويه في الفلو كود بيعمل تشيك انه هل العدد الممرر اقل من 10؟ إذا كان الكلام ده فعليا حاصل بيطبع لك العدد مباشرة، else بمعنى ما كان أقل من 10 أكبر من أو يساوي 10. في الحالة دي حنادي الدالة اسمها right vertical كأنك ناديت اسم الدالة مرة ثانية، لكن حتمرر لها مين؟ n with the last digit removed اللي هو اللي اتفقنا عليه هون قبل شوية، إنه يعني التاسك الأول أو السب تاسك الأول اللي هو نفس الفول تاسك بس نقصنا منه التريفيال كيس أو simplest كيس اللي هو رايت فيرتيكال ان وذ ذا لاست ديجيت ريموفد كل العدد بس باستثناء اللاست ديجيت، اوكي. والحاجه الثانيه اللي هو الستيب 2 اللي هي رايت ذا لاست ديجيت اللي هي ببساطه سمبلست كيس اللي هو سي اوت ذا لاست ديجيت اوف ان اند لاين، اوكي. طيب سودو كود فاضي يا شباب لو حابين نعمله في شكل بتاع سي بلس بلس، الجزء الاول طبعا ما حيتغير كثير بس لكن انتبهوا يا شباب انه لو انا عايز اقول له right vertical n with the last digit removed، الحاجه دي عشان انا احققها n with the last digit removed ببساطه n على 10 دي بتجيب لك العدد بعد ما حصل له بعد ما عملنا ريموف للاست digit اللي هي الاربعه ببساطه 124 على 10 اللي هي 12، اوكي. و n mod 10 دي ببساطه بتديك الحياة الثانية دي اللي هي سي اوت ذا لاست ديجيت اوف ان، لانه ان مود 10 اللي هي مثلا 124 مود 4 هتديك 4، اوكي. في الطريقة يا شباب ممكن نعمل بها امبلمنت للسودو كود شفناها في السلايد اللي قبل هنا، اوكي. طيب الحاجة طبعا كان يا شباب ممكن ينظر لها بطريقه ثانيه، يعني ما بالضروره نقول 124 في البدايه، يعني
نعمل السب تاسك اللي هو تو ريموف الموست رايت، اوكي، ونطبع الموست رايت بنفسه او لحاله. اوكي، كان ممكن نبدا بانه يا اخي نقول خلاص اوكي ان احنا يعني ناخذ الاثنين اربعه كيس سب تاسك، والواحد هو تريفيال كيس. اوكي، وبعدها الاثنين اربعه هي نفسها نقسمها لاثنين واربعه وهكذا. اوكي، فكان ممكن يعني نعالج الموضوع من الجهه الثانيه. اوكي، فهي بنفس الفاليديتي، ما في فرق، الاثنين نفس الحاجه، ولكن بالنسبه للامبلمنتيشن في سي بلس بلس هيكون شويه اصعب، لانه دي الطريقه الاسهل بالنسبه لي في سي بلس بلس، انك انت اذا قسمنا العدد على 10 ببساطه كانك عملت تريمينج للاربعه، لانه زي ما كلنا عارفين قسمه انتجر على انتجر 124 على 10 الناتج هيكون 12، واي عدد هنا هيكون اذا قسمناه على 10 اي عدد على هنا هيكون هو كسر حصل له كاسر، يعني هيكون كان ماس. اوكي، اما باقي قسمه العدد على 10 هيديك تحديدا العدد بندور عليه اللي هو 4. اوكي، ف ببساطه كون ننظر للموضوع من الاتجاه ده اللي هو ده تاسك وده تاسك تريفيال، هيكون اسهل من انه نعمل العمليه العكس اللي هو ده تاسك وده الكيس تريفيال. اوكي، يعني صعب نوصل نتعامل مع المئات في البدايه، بعدك العشرات، بعدك الاحاد، العكس هو الاسهل. اوكي، طيب ببساطه يا شباب ده هو السودو كود حق الفانكشن، ودي الطريقه اللي بنعمل بها، يعني زي ما هو في السودو كود هنا ذكرنا يا اخي بنحتاج بداخل الفانكشن او الميثود اللي اسمها رايت فيرتيكال نجيب العدد كامل باستثناء الرايت ديجيت. اوكي، وهنا بنحتاج نطبع الموست رايت ديجيت اللي هي عملنا لها ريموف هنا، دي الطريقه اللي بنجيب بها العدد بدون الرايت ديجيت، ودي الطريقه اللي بنجيب بها الموست رايت ديجيت اللي هو الحاجه اللي عملنا لها ريموف في الخطوه قبل. اوكي، ببساطه كده عندنا الكود حق السي بلس بلس للداله اسمها رايت فيرتيكال مكتمل. اوكي، ده الديكلاريشن للداله اسمها رايت 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 فيرتيكال، بمرر لها انتجر اسمه ان، وهي طبعا من نوع فويد. ببساطه بداخل المين بتنادي الداله اسمها رايت فيرتيكال، بتديها القيم اللي انت عايز تشتغل عليها، مثلا قلت لها 3، كلنا عارفين 3 هتطبع 3 مباشره انتهى الموضوع. 12 هتطبع لك 1 وبعدها 2. 123 هتطبع لك 1 2 3، كل واحد في سطر لحاله. اوكي، وده هو الديفينيشن حق رايت فيرتيكال. اوكي، اذا كانت ان اقل من 10 هيطبع لك الان، else بمعنى القيمه بتاعت ان اكبر من 10 هيعمل كولينج to the same function، يعني لاحظ عمل calling لنفسه، عمل recursion نادى نفسه بنفسه right vertical n على 10. اوكي، سي اوت n مود 10. طيب هنا يا شباب ليه نوقفه؟ طبعا ده هو الاوتبوت زي ما قلناه قبل شويه، عايزين نشوف. طبعا انا الان ما طلعت من الكود على فكره، الى الان في نفس الكود، بس عايزين نشوف الحاله حقت مثلا 123، وقلنا في 123 الاوتبوت حيكون 1 2 3 اذا قلنا له رايت فيرتيكال. انا عايز اشوف 1 2 3 فعليا جاب كيف. خلونا نتابع على عمليه بتاعت ريكيرجن خطوه خطوه. رايت فيرتيكال 123 هياخد القيمه بتاعت 123 هيمررها مكان الان، فهيشيك هل قيمه ان اللي هي 123 هل اقل من 10؟ طبعا واضح ان الشرط ده غير متحقق، بالتالي الكلام ده كله ما هيتنفذ، هنمشي مباشره else. انا يا شباب ما عملت حاجه غير انه حاليا بشرح لكم في الديفينيشن حق الداله ليه هو فعلا شغال، ليه هو بيدينا النتيجه اللي شفناها قبل شويه، ليه فعلا بيقسم العدد ل 1 2 3. اوكي، فهتشتغل ال else. طيب ال else يا شباب زي ما عملنا في الديفينيشن هنعمل ريكيرجن رايت فيرتيكال 123 اللي هي قيمه الان على 10، وسي اوت 123 على مود 10. كلنا عارفين يا شباب، ودي الحاجات اللي اتفقنا عليها وثبتناها، انه اول ما تعمل كولينج لفانكشن زي مثلا رايت فيرتيكال الكنترول بيطلع من الحته دي وبيمشي للداله اللي اسمها رايت فيرتيكال اللي هي طبعا نفس الداله، لكن هو هيدور عليها كانها هي حاجه ثانيه، كانها حاجه مختلفه تماما عنها. فهيمشي للداله اللي اسمها رايت فيرتيكال. اوكي، وهيمرر لها 123 على 10. طبعا 123 على 10 كلكم ناس عارفين انه انتجر على انتجر الناتج بيكون انتجر، فببساطه 3 هيحصل لها كاستنج والناتج هيكون 12، كانك انت ناديت الداله نفسها بس المره دي بالقيمه كم؟ 12، وده الكلام اللي هو قاله لك. كان قلت له رايت فيرتيكال 12. انتبهوا يا شباب، او انتبهوا يا شباب انه الى الان الجزء ده ما تنفذ، يعني احنا الان كانه
بداخل الرايت فيرتيكال 123 على 10 اللي هي قيمه ام، وقفنا ولسه ما قادرين نوصل للحته دي، لانه ببساطه قفز مره ثانيه وعمل نداء مره ثانيه للداله اللي اسمها رايت فيرتيكال 12، هي نفس الداله لكن بيتعامل معاها كانها حاجه مختلفه تماما. اوكي؟ فاحنا نمشي للداله اللي اسمها رايت فيرتيكال وحنمر قيمه الان 12، اللي حيحصل شنو؟ نلقى رايت فيرتيكال 12. الان الان هو قيمته 12. وما تنسى لانه حنرجع عليها انه الى الان في اوت 123 موضع 10 ما نفذناها، نحن واقفين هنا لانه من هنا قفزنا لفيرتيكال لرايت فيرتيكال 12. اوكي؟ فمشينا هنا رايت فيرتيكال 12، الان قيمه ان بقت 12. هل قيمه ان اقل من 10؟ 12 اقل من 10؟ طبعا واضح انه لا. فحنمشي للالس وحمر لها رايت فيرتيكال 12 او ان على 10 وسي اوت 12 12 او ان موضع 10. طبعا ان ب 12 في 12 موضع 10 12 على 10 ناديناها مع الداله اسمها رايت فيرتيكال. فتاني يا شباب هنلقى نفسنا طلعنا من الجزء ده اللي هو ده اصلا طلع من ده، يعني لاحظوا الان هو طلع من هنا مشى لرايت فيرتيكال 12، ومن رايت فيرتيكال 12 طلع منا لرايت فيرتيكال 12 على 10 اللي هي رايت فيرتيكال 1. اوكي؟ الان فقط هو بقى في رايت فيرتيكال 1 اللي هي دي بتحقق الشرط ده، لانه قيمه ان الان اللي هي 1 بتحقق الشرط اللي هو اقل من 10. ما في ريكيرجن بعد كده، هيطبع لك مباشره القيمه بتاعت شنو؟ 1. فهي ده بالطبعات 1. وما حنقيف. استيل الكود ده واقف في حتات، يعني الكلام كله حصل هنا، انت الان في الحقيقه واقف هنا. ناديت فيرتيكال 1 اللي هي الحمد لله خلصت الحكايه وادتك القيمه 1 او طبعت لك 1. اوكي؟ ولكن ستيل طبعا بعد ما عملت الحكايه دي اللي هو الفانكشن بتاعت رايت فيرتيكال زي ما عارفين فيها اف الس، اذا تحققت الاف الس ما تتنفذ، معناها وانس انه كانت القيمه بتاعت ان اللي هي الان 1 اقل من 10 عملت سي اوت 1 وانتهى تنفيذ حاجه الداله. انتهى تنفيذ حاجه الداله معناها هنرجع للمكان اللي كان فيه كنترول قبل نداء الداله اللي هو وين؟ هنا. مظبوط يا شباب؟ وما تنسوا ان دي نفسها داخليه من 123 على 10 جبال والنهر بتاعي. فهنا طبعا طبعا عليك الواحد من من السلايد دي ورجعنا ثاني للحته اللي هي 12 على 10. هيلقى نفسه في اوت 12 مود 10 كان واقف ما قادر يطلع لانه كان منتظر الفيرتيكال او الرايت فيرتيكال واحد تخلص. اوكي؟ فهيطبع لك القيمه او المرجع من 12 مود 10. 12 مود 10 طبعا زي ما قلت لكم عارفين 2 وهيطبع لك طبعا في سطر مختلف لانه في اند لاين، فواحد طبعت بعد ذاك اند لاين، الاند لاين على فكره دي بتيجي بعد الاثنين، الاند لاين اللي خلت انه الاثنين تطبع في سطر مختلف هي الموجوده هنا. تقول لي هو عفوا هي الموجوده هنا انه سي اوت 1 وبعد ذاك اند لاين، وهو طبعا الواحد بعد ذاك مش سطر جديد وجينا هنا. فطبعاً الان 12 مود 10 اللي هي 2 وهيطبع لك سطر جديد، فجيت واحد سطر جديد 2 سطر جديد. وما تنسوا يا شباب انه دي نفسها هي عباره عن تفريعه، انا برجع لورا الان ما ماشي لقدام على فكره، دي تفريعه من هنا، يعني هو اوريدي ما وصل فيرتيكال 12 الا بانه لما مشى كول فيرتيكال 123 لقى انه القيمه بتاعت ان اللي هي 123 او القيمه بتاعت ان 123 ما كانت بتحقق الشرط ده، فاضطر انه يوصل هنا. اوكي؟ ومنها وصل لكول فيرتيكال 12. فمعناها بعد ما اطبعت الاثنين من كول فيرتيكال 12 كان في سلايد قبل شويه ورجع في الحته دي، رجع كنترول للحته دي مره ثانيه بعد ما خلاص يخلص الشغله، هينزل هنا يطبع عليك المرجع من 123 مود 10. 123 مود 10 اللي هي 3، هيجي انه الثلاثه كمان طبعت في سطر مختلف، وبكده يا شباب بنكون حصلنا على الاوتبوت اللي عايزينه 1 2 3. وضحت يا شباب؟ اوكي. الرايت فيرتيكال يا ساده بتستخدم الريكيرجن، ودي حاجه واضحه جدا شفناها الان، بتنادي نفسها بنفسها كل مره يعني الداله بتقيف بترجع بتمشي تعمل حاجه وبعدها بترجع يعني كده. اوكي؟ وانتبه انه الحاجه دي نعم شويه غريبه ولكن ما في حاجه جديده قلنا، انا ما قلت لكم الان استخدمنا كي وورد جديده ولا قلت لكم بنستخدم اقواس ولا كده، ببساطه نفس الداله نفس الكلام اللي قلناه قبل كده لكن بس بتنادي الداله بداخل الداله نفسها، بتنادي الداله بداخل نفسها. اوكي؟ ريكيرسيف يا شباب كولز يعني النداء الذاتي بنتابعه بالتالي temporarily stopping execution at the recursive call
The result of the call is needed before proceeding. وده اللي حصل فعليا يا شباب. نرجع مرة ثانية لمثالنا. أنا الآن في بداية المثال اللي هو من رايت فيرتيكال 123، عايزين نشوف 1 2 3 حصل فيها شنو أو حصل كيف بالضبط. أوكي؟ قدرنا تتراك الحكاية دي. اللي حصل يا شباب إنه أول ما كانت قيمة الـ 123 وقلنا إنه ما بتحقق الشرط حق الـ F، بالتالي مشينا للـ else اللي هي ببساطة تعمل رايت فيرتيكال N على 10 و N قيمتها الآن 123. يا شباب زي ما هو ذكر قبل شويه بيحصل ستوبينج للاكسكيوشن وبيحصل الريكيرجن، يعني كانك انت وقفت التنفيذ في المكان ده. ونشوف الحكايه بتاعت رايت فيرتيكال 123 على 10 دي هي مين. طبعا 123 على 10 زي ما بقولكم عارفين هي 12، عشان كده بعد ذاك حصل الكول لرايت فيرتيكال 12. فباختصار كانك انت وقفت التنفيذ في المكان ده عشان تشوف الحكايه بتاعت رايت فيرتيكال بالقيمه الجديده اللي حتعمل شنو. وبعدها كانه في نداء ثاني، يعني ممكن مباشره نقول في سهم ثاني هو لي كول فيرتيكال 1، مضبوط؟ لانه بعد ذلك زي ما اقول لكم عارف في الاسلايد الجايه هو شاف القيمه بتاعت ان الجديده 12 لقاها ما بتحقق الشرط، فمشى ببساطه اللي رايت فيرتيكال 12 على 10 اللي هي كانه قال رايت فيرتيكال 1، اوكي؟ اللي هي دي منا وصلتنا للواحد اللي هي في السلايد الجايه، مضبوط؟ وبعدها رجعنا القهقره زي ما نقول في اللغه العربيه، يعني رجعنا للخلف، اوكي؟ رجعت لنا من رايت فيرتيكال 1 خديناها هنا او اوريدي هي طبعت نفسها بنفسها، لان اساسا هي ما في ريتيرن، هي ببساطه تطبع مباشره. لكن بعد ما انتهى التنفيذ حق رايت فيرتيكال بالقيمه 1 اللي هي 12 على 10 هنرجع نكمل التنفيذ ل سي اوت 12 على 10. وبعد ما خلصنا دي اللي هي نفسها لو تذكروا كانت تفريعه من هنا اللي هي من 123 على 10، دي وصلتنا اصلا لانه قيمه انت بقى 12. فونس انه خلصناها بعد ما يعني بعد ما هي خلصت كمان هنرجع للحته دي نفسها اللي هي كان فيها التفريعه الاولى، وهنشوف طبعا بيكون اللاين ده انتهى خلاص، وبنطبع بعد ده القيمه بتاعت 123 مضى 10. الشاهد يا شباب برضه كنا شرحناها ودي هي اعاده فقط. الشاهد يا شباب انه عشان تقدر تتراك الريكيرسيف كولز لازم تعمل temporarily stopping execution of the recursive call، توقف التنفيذ في الحته اللي حصل فيها ريكيرسيف كول. بعد ما جل ناتج من recursive call the result of the call is needed before proceeding، لازم تجي النتيجة أول عشان نقدر بعدها نتابع. Okay. I'm going to send the information to continue the execution later. نعمل evaluate the recursive call وبعدها نعمل resuming the stop execution. اللي هو بالضبط يا شباب خطوات اللي اتبعناها الآن. وقفنا التنفيذ لحد ما عملنا evaluate the recursive call. جل recursive call ادانا القيمة بتاعته. بعدك نقدر نتابع للحاجات اللي بعد أو لل الجزء المتبقي من الكود. Okay. طيب كيف الريكيرسيف كول يا شباب بينتهي؟ او هاو ريكيرجن اندز؟ قال يا ساده eventually one of the recursive calls must not depend on other recursive. يعني نرجع للمثال حقنا هنا. لو تذكروا هو بدينا ب 123 فقلنا 123 ما بتحقق الشرط ده. تيجي في الالس اللي هي بداخلها في ريكيرسيف كول اللي هو نداء مره ثانيه للتالي اسمه رايت فيرتيكال. طبعا بقيمة مختلفة يعني 123 على 10 اللي هي 12. مشينا لرايت فيرتيكال 12 لقينا برضه رايت فيرتيكال 12 ما بتحقق الشرط ده، بتمشي مع الالس اللي هي دي برضه فيها مرة ثانية نداء لرايت فيرتيكال بقيمة 12 على 10 اللي هي 1. اوكي؟ فلما مشينا نادينا رايت فيرتيكال ب1 هنا لقيناها بتحقق شرط الاف، وهنا شرط الاف البودي حقه او الستيتمنت الموجودة داخل الاف ما فيها كول لرايت فيرتيكال مرة ثانية. باختصار هتيجي لحظة يا شباب ريكيرجن حقك اللي هو ده الحته اللي كنا واقفين فيها اللي هو how recursion ends. At some point eventually one of the recursive calls must not depend on another recursive call. حيكون ما بيعتمد على call ثاني. اوكي؟ او حيكون بيعتمد على recursive call ثاني. اوكي؟ ودي الطريقه ببساطه اللي بينتهي بها recursion بتاعك. اوكي؟ طيب. Recursive functions يا سادة بصورة عامة بتعرف بحاجتين، تحتاج ل two things، إما one or more cases where the task is accomplished by using recursive calls to do smaller version of the task، ومعاها one or more cases where the task is accomplished without the use of any recursive calls. الآن لو رجعنا لمثالنا ده يا شباب للـ Right Vertical هنلاحظ إن عندنا two cases stopping case
وريكيرسيف كيس. وريكيرسيف كيس اذا كان تعريفك للداله اسمها رايت فيرتيكال، انا بس هرجع لتعريف حق نفسه اللي هو رايت فيرتيكال ان، اوكي موجود في الكود دي يا شباب. الحاله اللي ما بتحتاج انك تعمل فيها ريكيرجن مره ثانيه، ودي الشباب يسموها الستوبنج كيس، ودي لازم يكون على الاقل في واحده منها في الريكيرسيف فانكشن، اوكي. ودي هي ريكيرسيف كيس، يعني دي الحاله اللي فيها لو كانت قيمه ان بتحقق الشرط ده، اللي هي ببساطه عكس الحاله دي، يعني ما كانت اقل من 10 اللي هي اكبر من 10 اقل من تساوي 10 الالز. في الحاله دي يا شباب بتلقى نفسك تحتاج تنادي الداله مره ثانيه، او تنادي نفس الداله مره ثانيه تعمل ريكيرجن، اوكي. الحاجتين دي يا شباب على الاقل لازم يكون في one or more stopping case، اللي هي دي الحته اللي بيكون ما بنحتاج فيها نعمل ريكيرجن اني مور، ودي الحاجه اللي بتوصل لنا الريكيرسيف فانكشن تو اند. والحاجه الثانيه او الحاله الثانيه ان يكون في او الكيس حقت الريكيرجن، اللي هي الكيس اللي فيها بنحتاج نعمل one more call للريكيرسيف فانكشن، اوكي. ارجع مره ثانيه نكون الحته كنا واقفين فيها، انه how recursion ends. Recursive functions are defined by or defined as immigrating one or more cases where the task is accomplished by using recursive calls to do small version of the task. اللي هي الحاله بتاعت الالس يا شباب في المثال حقنا قبل شويه. او one or more cases where the task is accomplished without the use of any recursive calls. اللي هي الحاله بتاعت الاف، انه كانت n اقل من 10. اوكي. الحالات اللي بتوقف الكود او بتعمل stopping the recursive function بنسميها base cases او stopping cases. ممتاز. طيب بتيجي حاله خاصه او حاله خاطئه اذا صح التعبير من الريكيرجن، اللي هو ببساطه بتعمل فانكشن هي supposed to be a recursive function لكن never reach the base case. نظريا الحاجه دي هتشتغل forever، هتكون شغاله الى ما لا نهايه، لكن فعليا هتعمل زي ما بيقولوا at some point الكمبيوتر بتاعك هيعلق، اوكي. لان كل الريسورسز طبعا انت كل ريكيرسيف كول ده ببساطه كانك بتعمل allocation لنيو ميموري، اوكي. فات سم بوينت حيكون ما في ميموري كفايه تو اكوميديت كل الريكوستس دي، طيب حيعمل terminate للبرنامج حق الكومبايلر او الاوبريتنج سيستم، حيوقف البرنامج ده باعتبار انه ده باجي بروجرام، اوكي. ناخذ مثال بسيط للحاجه دي، مثلا قلت له يا اخي داله جديده عملناها الان سميها نيو رايت فيرتيكال. لاحظ التعريف حق الداله دي في شيء مختلف صح؟ اللي هو ببساطه ما في ولا اف الف صح؟ ما في انه اذا كان ان اقل من 10 اعمل كده، اذروايز اعمل الجزء الثاني. دخلنا في الكلام حق الالس مباشره، اللي هو الحته البارت حق الريكيرجن مباشره. اوكي؟ ففكر فيها يا شباب، الان يعني لو ناديتنا اي رقم، اوكي؟ هذه اللحظه حتكون قيمه بتاعت ان على 10 ناتج القسمه حيكون صفر. فحيكون عملنا كولينج لرايت فيرتيكال صفر. اوكي؟ او طبعا هي نيو رايت صح؟ هي نيو رايت فيرتيكال صفر. المشكله انه نيو رايت فيرتيكال صفر ما عندها حاجه تقول لي هو وقف اذا كان القيمه بتاعت البارامتر ان اقل من الصفر، زي ما كان موجود في الديفينيشن حق الداله الاولى البروبر. اوكي ببساطه حيمشي ثاني حيعمل نيو رايت فيرتيكال صفر على 10 اللي هي برضه صفر. اوكي ف حيرجع مره ثانيه عشان يعمل كول للداله نيو رايت فيرتيكال مع قيمه صفر، حيدخل حيتعمل كول، يعني ببساطه حيكون طول الوقت بينادي في نفسه رايت فيرتيكال صفر رايت فيرتيكال، وحيكون زي ما بيقولوا بيعمل نفسه ريكيرجن يعني بصوره انفينيت طول الوقت، بيكون الريكيرجن شغال لحد ما تيجي لحظه زي ما قلنا الاوبريتنج سيستم يقول خلاص كفايه ويوقف الحكايه. طيب ليه يا شباب الفكره بتاعت الريكيرجن؟ يعني باختصار ممكن نقول الريكيرجن انك تصمم داله بتنادي نفسها بنفسها، ما حاجه جديده، تمام؟ والحاجه ممكن تكون فيري يوزفول في انها هي تقسم لك التاسك لسب تاسكس، خصوصا اذا كان السب تاسكس هم نفس التاسك بس سمبلر او سمولر فيرجن منها، تمام؟ ناخذ امثله يا شباب على حاجات كنا بنحتاج نستخدم لوبس لها وممكن نحلها الان باستخدام حاجه غير اللوبس، مثلا الفاكتوريال المضروب. طبعا عارفين كلنا يا شباب انه مضروب اي عدد، مثلا مضروب 5 هو عباره عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1 كده صح؟ الان يا شباب لو انا كنت عايز اعمل الحكايه دي عن طريق اللوبس كنا بنعمل، يعني يكون عندي مثلا او ممكن اعمل ان اقول عندي متغير اسمه answer قيمته 1 وبعدها اقول for int i equal 1 و i اقل من او يساوي n i plus plus answer multiplied equal i، يعني كان يقولوا answer equal answer في i. فالحيستر يا شباب انها تكون answer في بدايه 1 فواحد في 1 بعدك حيغير في 2 في 2 في 3 في 4 لحد ما يصل القيمه بتاعت n
اللي هي اخر قيمه حسب الحاجه اللي ادخلها اليوزر، ودي هتكون القيمه الاخيره لانسر، تعمل ريتيرن لانسر. اوكي، ده عن طريق اللوبس. نشوف باستخدام ريكيرجن حاجه ممكن تكون ايفن مور بيوتيفول. كيف؟ وتريحي ببساطه فاكتوريال انت ان اف ان ايكوال ايكوال 1 ريتيرن ان. دي يا شباب هي الستوبنج كيس او البيس كيس. الف ريتيرن ان ملتبلاي ان فاكتوريال ان ناقص 1. شوف الكلام ده يا شباب جمال لو بيشتغل كيف. الان لو افترضنا انه نادينا الداله دي وكان قيمه فاكتوريال بيساوي 3، وطبعا الكلام بيبقى فيه 3 ويبقى فيه 1000، ما في فرق. تمام، راح يحصل كالتالي. هقول له يا اخي بما انه قيمه بتاعت ان بتساوي 3، هنشيك الشرط، هل ان بتساوي 1؟ ما بتساوي 1، معناها هنمشي على الالس. هنعمل ريتيرن ل 3 اللي هي قيمه ان ملتبلايد ان فاكتوريال ان ناقص 1، وان حاليا ب 3، معناها عملت نداء لفاكتوريال 2. مظبوط؟ طيب 2 يا شباب كانت ماده نفس الداله، دي هتبقى مساله ثانيه. قيمه ان حاليا ب 2، 2 بتعمل شنو؟ قيمه ان بتساوي 1؟ لا، ما بتساوي 1، بتساوي 2. بالتالي هنمشي للالس اللي هي بتعمل شنو؟ بترجع لك ان اللي هي 2 multiplied ان فاكتوريال ان ناقص 1، اللي هي فاكتوريال 2 ناقص 1 اللي هي فاكتوريال 1. اوكي، ماشي خطوه جدا. طيب فاكتوريال 1 انت عملت الان نداء لدار اسمها فاكتوريال مع قيمه 1، هنيجي هنا فاكتوريال وقيمه ان بتساوي 1، ان بتساوي 1. اها، اذا الان دي في الحقيقه بما انه قيمه ان بتساوي 1، اذا هيرجع من الداله او قيمه 1، بالتالي كل الكلام ده هيحصل له ريبليسمنت بشنو؟ ب 1. هي كأنه قلت له 2 في 1 اللي هو ببساطة ده 2 في 1، و2 في 1 كنا عارفين الناتج 2، لكن نخليها 2 في 1 كده، هيحصل لها ريبليسمنت مع الكلام ده كله. يعني ببساطة هيشيل فاكتوريال 2 هيخلي بدلها 2 في 1، هتبقى 3 في 2 في 1. اوكي، وبنفس الطريقة يا شباب لو كانت اي قيمه ثانيه لان، حتى لو كانت 5 بس هنبدا منه 5، بعدك تبقى 5 في فاكتوريال 4 اللي هي 5 في 4 في فاكتوريال 3 تبقى 5 في 4 في كده لحد ما تصل في النهايه ل 5 في 4 في 3 في 2 في فاكتوريال 1. وكلنا عارفين ان فاكتوريال 1 هو البيس كيس اللي هي ببساطه تعمل ريتيرن ل 1، تلقى نفسك جبت في النهايه الفاكتوريال حق العدد باستخدام الريكيرجن. الآن يا شباب بداخل يعني ممكن نستعمل الحاجة دي مثلا في برنامج، نفس الفكرة، هتعمل المين فانكشن حقتك وتعمل أي متغير تديه قيمة وتاخدها من اليوزر، دازنت ماتر. أوكي، وكله سي أوت فاكتوريال أوف إن اللي هو قيمته تساوي 4 يساوي فاكتوريال إن. أوكي، ريتيرن 0. الدالة بتاعتك اسمها فاكتوريال، كان عندك فوق البروتوتايب ليها، ده هو الديفينيشن حقها. بروتوتايب استخدمه عشان نعمل ديكلاريشن للدالة. ففي الديفينيشن حق الدالة ببساطة يعني كتبنا نفس الكلام اللي قلناه قبل شويه، اللي هو اف ان اكبر من 1 ريتيرن ان في فاكتوريال ان ناقص 1، else ريتيرن 1، وعكسها طبعا. اوكي، وكل واحد ما فرقت فيه شيء. اوكي، طيب نتابع نفس التنفيذ حق الفاكتوريال يا شباب بنفس الطريقه. طبعا قال انت فاكتوريال مثلا انت هو الان عايز يتابع انه تنفيذ حق الكود حصل كيف. بيفترض انه الان كان قيمتها زي ما هو قال 4. الحصل انك انت بداخل المين فانكشن ناديت ال 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 الداله اسمها فاكتوريال بقيمه 4، انت فاكتوريال انت بالقيمه 4. اوكي، فكانك مشيت الداله فاكتوريال وقلت له غير القيمه بتاعت البارامتر او الفورمال بارامتر بالاكشوال بارامتر او الارجيومنت 4. اوكي، فبداخل الداله بتاعت فاكتوريال هيشيك هيلاقي انه الاربعه بتحقق الشرط ده اللي هو نم اكبر من 1. ببساطة هعمل ريتيرن نم في فاكتوريال 4 ناقص 1 اللي هي 3. كأنه نادى الدالة فاكتوريال مرة ثانية لكن بالقيمة 3. ففكر فيها كأنك عندك الدالة فاكتوريال مرة ثانية بس القيمة بتاعت نم بدل ما تكون 4 بقت 3.
فبالتالي نم اللي هي حاليا ثلاثه بده يحقق الشرط، حيدخل في داخل البودي حق الايف ستيتمنت اللي هي تعمل ريتيرن لنم اللي هي ثلاثه مضروبه في فاكتوريال 3 ناقص 1 اللي هي 2، 3 في 2 3 في فاكتوريال 2، فاكتوريال 2 نفسها يعني الان القيمه حقت البارامتر هنا هي 2 حمررها طب هي القيمه بتاعت نم وهكذا، يعني ببساطه بنعمل كل مره داله فاكتوريال لحد ما تيجي لحظه يا شباب القيمه دي هتبقى كلها واحد، وهنعمل كولينج للداله اسمها فاكتوريال بالقيمه واحد، فهنلاقي ان الشرط حق الاف ما متحقق ومتحقق الشرط حق الالس، اللي هو ببساطه هنعمل ريتيرن للواحد، ريتيرن للواحد معناه بدل فاكتوريال واحد هنعمل ريبليسمنت واحد تبقى 2 في 1 اللي هي 2، وبدل القيمه بتاعت 2 في 1 اللي هي 2 هترجع مكان فاكتوريال 2 اوكي، ف تبقى يعني 3 في 2 اوكي او 3 في 2 في 1 في الحقيقه اللي 3 في 2 اللي هي 6، والقيمه دي كمان هترجع محل فاكتوريال 3 تبقى 4 في 3 في 2 في 1 اللي هي دي ببساطه القيمه اللي بنبحث عنها في البدايه اوكي. وصف ثاني يا شباب ننسى الموضوع، طبعا هو لما يجي الموضوع لطيف يشرحه اكثر من مره. طيب هو نال الان الداله اسمها فاكتوريال اف بالقيمه 4، فكان 4 في فاكتوريال 3 والان فاكتوريال 3 كانها 3 في فاكتوريال 2، فاكتوريال 2 كانها 2 في فاكتوريال 1، اما فاكتوريال 1 هي 1 اوكي، فالان كانه بيجي راجع العكس 1 هيعتبره هو 1 2، لانه ببساطه اصلا هي كانت العمليه بتاعت 2 في فاكتوريال 1 وحاليا حصلنا القيمه بتاعت فاكتوريال 1 هي 2 في 1 اللي هي 2، نفس الحكايه القيمه اللي حسبناها اللي هي 2 هتجي هنا لانه الموضوع كان اساسا 3 في فاكتوريال 2 وحصلنا فاكتوريال 2 ب 2 تبقى 3 في 2 اللي هي 6، و6 اللي هي فاكتوريال 3 هتجي هنا لانه 4 في فاكتوريال 3 كانت وبيجي عند القيمه حقت فاكتوريال 3 اللي هي 6 تبقى 4 في 6 ب 24 وهكذا، فدي العمليه الاولى ودي العمليه الثانيه، العمليه بتاعت التنفيذ والعمليه بتاعت الرجوع بعدين، لاحظوا في كل مره يعني هو كان بيبدا التنفيذ فاكتوريال 4 هو 4 في فاكتوريال 3 هو عايز يكمل الحاجه لكن ما قادر منتظر انه تجي القيمه حقت فاكتوريال 4 فاكتوريال 3، فهي نعم هي اول عمليه بدات فاكتوريال 4 لكن هي اخر عمليه فعليا حتنتهي اوكي. طيب هنا يا شباب ده مثال ممتاز جدا للريكيرجن وانه في بعض الاحيان ممكن يكون شويه تريكي، عايزك تنتبه وتتوقع الاوتبوت من الـ من الـ من البرنامج ده حيكون شنو؟ هو قال لك يا اخي داله اسمها برنت نم بتديها رقم معين اسمه بيجن اوكي؟ ف الداله ببساطه بتعمل سي اوت اولا للقيمه اللي تمرتها لبيجن وبتشيك بعدها اذا كان قيمه بيجن اقل من 9 بتطبع لك برنت نم بيجن بلس 1 اوكي؟ وبعدها سي اوت بيجن، طبعا ما تلخبط يا شباب، احنا عندنا عارفين الاف ستيتمنت اذا ما كان في parentheses معناها only the next line is going to be the body of the if statement، يعني بس ده هو البودي حقها print num begin plus 1، دي حاجه ما عندها علاقه بالاف ستيتمنت، اوكي؟ دي حاجه بعد الاف ستيتمنت تمام؟ طيب الان نفترض هو بيقول انه خلينا نشوف الكود ده هيعمل شنو؟ اذا كان مثلا القيمه حقت البيجن بتساوي 5، انا بقول لك يا اخي ما ناخذ 5 نجرب حاجة أبسط من 5 خليها تكون 8 أوكي okay. ده هو نفس الكود يا شباب ما عملت أي حاجة مختلفة حتى الحكاية بتاعت الألاينمنت اللي أنا عملتها من هنا عشان أرتب لك الكود شوية أوكي okay. والكومنت ما كتبته تمام اللي هي لازم ماتش ولكن ما في حاجة اختلفت اللهم إنه في داخل المين بدل ما هو يقول ناديها مع 5 أنا قلت ناديها مع 8 لأنه مع 8 شوية الشرح حيكون أسهل في الحقيقة ولا مع 8 نقول ناديها مع 9 أوكي okay. هيحصل شو؟ قال لي 9 9 دي ما 99 على فكره 9 9 طيب ليه حصل كده؟ الان القيمه حقت بيجن يا شباب هي 9 اوكي فبرنت نم 9 فهيجي هنا بداخل الداله اسمها برنت نم وهيمر القيمه بتاعت بيجن تبقى 9 فهيطبع القيمه بتاعت 9 اللي هي القيمه بتاعت بيجن التسعه الاولى طبعت التسعه الاولى يا شباب اوكي وبعدها طبعا ده الوضع حق الاف ستيتمنت يتنفذ وبعدها هينفذ الستيتمنت دي دي سي اوت بيجن بقيمه البيجن الحاليه اوكي عفوا 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 طبع سي اوت بيجن اللي هي 9 وحاليا قيمه بيجن اللي هي 9 ما بتحقق الشرط ده
مظبوط. الشرط ده بيشتغل يا شباب في حالين نوع القيمه بتاع بيجين كانت اقل من 9، وقيمه بيجين ما اقل من 9، قيمه بيجين 9 و9، بالتالي الشرط ده غير متحقق، بالتالي البودي ده ما حيتنفذ مباشره، هنفذ سي اوت بيجين. يعني طبعا بيجين في البدايه الحاجه للستيتمنت دي، والكلام ده كله على بعضه ما تنفذ، وطبعا مباشره بيجين. ليه؟ لان يا شباب التسعه هي البيز كيس، اللي هي الحاله بتاعت التوقف نفسها او الستوبنج كيس. اوكي طيب، خلينا نجرب حاجه غير التسعه عشان شوي نخلي الموضوع يكون اقرب للريكيرجن. لا ما في ريكيرجن حصل يا شباب، ما حصل لدينا ده برنت نم ولا مره، صح؟ نفذنا البيجن باول قيمه اللي كانت تسعه، طبعا تسعه وكان ده متنفذ اصلا، اللي هو فيه النداء لده برنت نم، وطبعا ثاني القيمه بتاعت بيجن اللي هي تسعه. طيب الان يا شباب غيرت القيمه بتاعت المتغير الممرر لبرنت نم من 9 ل 8، فالحصل شنو؟ زي ما متوقعين نادى الداله اللي اسمها برنت نم مع القيمه بتاعت بيجن اللي هي 8، وطبعا القيمه بتاعت بيجن اللي هي 8. هيك الان الشرط، هل القيمه بتاعت بيجن اللي هي 8 بتحقق الشرط؟ يس، بتحقق الشرط، 8 اقل من 9. هيحصل شنو؟ هينادي الداله اللي اسمها برنت نم مع قيمه بيجن بلس 1، يعني برنت نم 9، صح؟ طبعا كلنا عارفين انه لما ننادي برنت نم 9 جربناها قبل شويه، دي حتعمل شنو؟ هتطلع لنا 9 و9، صح؟ اللون ده. وما تنسى انه القيمه بتاعت بيجين ما تغيرت، انا قلت له نادي برنت نم ببيجين زائد 1، لكن قيمه بيجين هي زي ما هي، ما قلت له غير بيجين بلس بلس ولا لا، بيجين زائد 1 بس نادي الداله بالقيمه دي، هيشوف القيمه بتاعت بيجين هي كم؟ 8، وهيزيد لها 1، وحنا ده البرنت نمبر قيمه جديده اللي هي 9. اوكي، ولكن قيمه بيجين الى الان محافظه على قيمتها الاصليه اللي هي 8. فالحصل يا شباب انه اتطبعت في البدايه القيمه حقت بيجين اللي هي 8، وبعدها نادينا الداله اللي اسمها برنت نم ومررنا لها القيمه 9، علما بانه بيجين قيمتها ما تغيرت الى الان 8، وكلنا عارفين ان نادينا الداله برنت نم بقيمه بتاعت قيمه 9 هتجيك 9 9. وبعدها مشينا للجزء ده اللي حق السي اوت، لانه خلاص التنفيذ انتهى، وزي ما كلنا عارفين بعد ما انتهى النداء حق الفانكشن بنمشي للنكست لاين في الكود. اوكي، اللي هو ببساطه سي اوت بيجن، وبيجن قيمتها هي 8، القيمه اللي نادينا بها اصلا. اوكي، وبكده انتهى الريكيرجن بتاعنا. وكل المرات يا شباب طبعا الان بيجينا عارفين انه لو مررنا 8 معناتها بيجي 8 9 9 8، لو جربت تغيرها من 8 ل 7 كلنا عارفين حيحصل شنو، تبقى 7 8 9 9 8 7 وهكذا. ممكن تجربها على السريع. اوكي، ففكره يا شباب انه انت في كل مره بتنادي، يعني لو رجعنا مره ثانيه للحاله بتاعت 8، اللي بيحصل فعليا انك انت بتنادي الان القيمه بتاع بتنادي الداله اسمها برنت نم القيمه 8، عفوا القيمه 8. اوكي، اتطبعت القيمه بتاع بيجن 8، نادينا او اتاكدنا من الشرط اللي قلناه متحقق حق الاف انه 8 اقل من 9، فحصل الريكيرشن بانك ناديت الداله برنت نم مره ثانيه بالقيمه 9. رجعت الان ولسه في حته واقفه، نحن لسه في حاجه المفروض نعملها، المفروض نطبع القيمه بتاع بيجن، انا عايز اعملها لكن ما قادر لانه حصل هنا كول للداله برنت نم مره ثانيه، فهنرجع بالقيمه الجديده اللي هو برنت نم 9، هنطبع السي اوت للقيمه حقت الارجيومنت هنا اللي هي قيمه بيجين الحاليه اللي هي 9. اوكي، قيمه بيجين هنا يا شباب مش القيمه بتاعت بيجين اللي كانت مع 8، هي الارجيومنت الممرر حاليا للداله برنت نم في حالته الجديده عند محصل ريكيشن اللي هو بيجين زائد 1 اللي هي 9. اوكي، فطبعا 9، وبعدها تشيك هل القيمه حقت بيجين حاليا اللي هي ارجيومنت ممرر للداله هل اقل من 9؟ لقاها 9 اقل، لا ليست اقل من 9، بالتالي طبعا 9 مره ثانيه، وكده خلص الريكيرجن حق التسعه. لكن استل في حاجه، هو يعني اساسا دخلنا هنا ببساطه لانه كانت الثمانيه بتحقق الشرط، ونادينا البنت مع الثمانيه زائد واحد اللي هي 9، فنحن واقفين هنا في الحقيقه المفروض نكمل الحكايه بتاعت الثمانيه، فهيطبع سي اوت تقييم بتاعت بيجين اللي هي كانت 8 هيطبع لك 8. وضعت فكره يا شباب، شوف الموضوع ممكن يكون كونفيوزنج في البدايه، لكن بعد شويه تتدرب عليه وكفايه تلقى نفسك يعني بقريك واضح ما في مشكله. مرة ثانية يا شباب أرجعكم لكتاب حق ثابت، كتاب فيري يوسفول فيه كل التفاصيل اللي مشروحة بطريقة فيري بروبر، وحتلقى نفسك يعني كل الكلام ده بيجيلك يعني فيري كلير بعد قراءة الشابتر، إذا طبعا ما كان واضح بالنسبة لك الآن. طيب ممتاز.
ما في حاجة جديدة هنحطها، غير انه هنتكلم بعد كده عن تطبيق عملي للاستخدام حق الريكيرجن في حاجة اتكلمنا عنها قبل 3 محاضرات لو تذكروا، اللي هو كيف انه نستخدم او كيف نعمل امبلمنت للباينري سيرش باستخدام الريكيرجن او باستخدام الفانكشنز. تذكروا في فانكشن كتبناها وقلنا خلاص المحاضرة الجاية هنشوف كيف نعملها، وانا كنت صادق معاكم قلت لك مش المحاضرة الجاية، بعد تقريبا 3 محاضرات اللي هو الان. طيب الموضوع ببساطة يا شباب إننا نحن عايزين نعمل implement للباينري سيرش. الباينري سيرش هو نوع من أنواع السيرش بيمكننا عن البحث عن كي معين موجود بداخل الموصوفة. الافتراض إنه العناصر مرتبة تصاعديا أو تنازليا، هنفترض بصورة عامة تصاعديا من الصغير للكبير. أوكي؟ فده هو السودو كود يا شباب اللي بيمكننا من إننا نعمل الاوتو امبلمنت الباينري سيرش باستخدام الفانكشنز، اوكي، او باستخدام الريكيرجن تحديدا. نشوف الريكيرجن علاقته شنو اصلا بالحكايه. طبعا في بري كونديشن، لازم تكون العناصر مرتبه تصاعديا، ده اللي اتفقنا عليه الان. اوكي، لو اي فيرست اكبر من اي فيرست زائد واحد اكبر من اي فيرست زائد اثنين وهكذا. اوكي، طبعا فيرست انت ما بتضطر تقدم من البدايه، لكن هفترض جدلا ان الان ابتداء من اول عنصر للعنصر رقم صفر وانتهاء باخر عنصر في المصفوفه. اوكي، بتدور عليه بداخل هذه المصفوفه على الكي اللي انت عايز تشوف قيمته هل موجوده ولا لا بداخل المصفوفه دي. اذا الحاجه موجوده هتعمل ريتيرن للاندكس حقها. اوكي، طيب الان يا شباب ده هو السودو كود. قال يا اخي اف فيرست اكبر من لاست ريتيرن ماينس 1. اذا في لحظه من اللحظات بقت القيمه بتاعت فيرست اكبر من لاست، المفروض طبعا دائما فيرست يكون اقل من لاست. انا بتكلم عن الاندكس يا شباب. اذا جاءت لحظه الاندكس حق فيرست بيجي اكبر من الاندكس حق لاست، دي نعتبرها ستوبينج كيس ريتيرن ماينس 1، بيعتبر انه خلاص السيرش انتهى والقيمه اللي بندور عنها ما حصلناها. بدايه يا شباب عشان كان يكون بس بالنسبه لك شويه ميك سنس، القيمه بتاعت فيرست في العاده بتكون صفر، واذا كان مصفوف مثلا فيها 10 خانات القيمه بتاعت لاست هتكون في الغالب هي اخر اندكس اللي هو 9. تمام؟ كل مره بنغير في القيمه بتاعت فيرست او بنغير في القيمه بتاعت لاست. اوكي، يعني مثلا بندور على المصفوفه زي ما كلكم عارفين في الباينري سيرش بناخد القيمه في الوسط هنا. اوكي، فانا بشوف اذا لقيت مثلا القيمه دي ندور مثلا على 7. اوكي، والقيمه كانت هنا في النص مثلا، هنا كان عندي 17 23. اوكي، وهنا كانت مثلا 45 او 54 عفوا، دي كانت مثلا 99، والقيمه ندور عليها نقول مش 7 نقول 37 مثلا. اوكي، بتشيك طبعا زي ما كلكم عارفين القيمه دي مع القيمه الموجوده في الوسط في الميد، صح؟ فانا هشوف دي لقيتها 54 اللي هي واضح انها اكبر من 37، ديفنتلي انا هقوم امشي للجزء ده. نمشي للجزء او بمشي للجزء ده كيف؟ بنقولها كيف الحاجه دي؟ بنقولها بانه انا هغير لاست من الاندكس ده للاندكس ده اللي هو الاندكس حق اول حاجه قبل الميد. شاهد يا شباب في الكلام انه دايما، وطبعا الكلام ده بيحصل لانه حصل القيمه بتاعت الكي اللي انا بدور عليه كانت اقل من الميد. اما لو كانت القيمه بتاعت الكي اللي انا بدور عليها القيمه بتاعت الكي انا بدور عليه لو افترضنا ان هي ما كانت 17 كانت مثلا 77، كلكم عارفين انه هندور في النص ده مضبوط، لانه اكبر من القيمه بتاعت 54 معناها سمو هيكون موجوده هنا اذا هي كانت موجوده. الحاجه اللي فعليا بقولها ليه كيف؟ بقول له يا اخي غير القيمة بتاعت فيرست، خليه هو بدل ما يبدا من الاندكس صفر يبدا من الاندكس المباشرة يلي الميرت هنا. هيكون كان بحثك بقى هنا. الشاهد باختصار انه طول الوقت يا شباب انا بغير في القيمة بتاعت لاست وغير في القيمة بتاعت فيرست اللي هو الاندكس حق اول عنصر يبدا فيه البحث واخر عنصر يبدا فيه البحث بناء على اللي بيحصل في الايتريشن. في المرة الأولى لقينا العنصر موجود من هنا، معناه غير القيمة بتاعت فيرست، ما عايزك تبدا من صفر، عايزك تبدا من بعد الميرت. لقينا مثلا 37 اللي هي كانت اصغر من القيمه بتاعت 54 مثلا، معناها هندور هنا، معناها غير القيمه بتاعت لاست، انا ما عايزك تبحث لحد النهايه، عايزك تبحث لحد قبل الميت وهكذا. اوكي، وطبعا لو حصل وصدف وحظك كان ممتاز ومن البدايه كانت القيمه اللي انت بتدور عليها هي موجوده في النص، انت البحث. اوكي، فالان يا شباب اثناء تغييري لفيرست ولاست، كل مره بزيد في فيرست وبنقص في لاست، ممكن تيجي لحظه القيمه بتاعت فيرست تبقى اكبر من لاست، يعني كانه ده كده، عرفت الفكره؟ فده انا اذا حصلت الحاجه دي ديفنتلي كده معناه العنصر اللي انت بتدور عليه بقى ما موجود، ومباشره هنقول له انه خلاص ريتيرن ماينس 1. اوكي؟ يعني اللي هو ماينس 1 لو تذكر اتفقنا على انه بتشير او بتفيد بانه العنصر اللي بندور عليه غير موجود
في المصروف حاجتنا. اذا الكلام ده ما حصل، طبعا دي هي واحده من الستوبنج كيسز، اذا الكلام ده هو ما حصل بقول له يا اخي خلاص احسب لي الميد اللي هو ببساطه الابروكسيميت ميد بوينت بتوين فيرست اند لاست، وما هتتوقف يعني الان ميد بوينت ما تركز كثير فيما لا هل يعني ببساطه هي بوسط الحساب اللي هي قيمه فيرست ولاست، ده زائد على 2. اوكي هديك في بعض الاحيان كسر، الكسر عامل له كاستنج عادي، شوف الانتجر القيمه وابحث بالقيمه اللي هديك بعد ما عملت تحويل للناتج لانتجر. اوكي يعني مثلا لو كانت فيرست واحد ولاست مثلا 6، الاندكس واحد حق فيرست والاندكس حق لاست 6، الناتج هيكون 7 على 2 ب 3 ونص، 3 ونص هيحصل لك كسر ب 3، فاعتبر الميد ابروكسيميت ميد بوينت يا شباب. اوكي 3 از اوكي. فحسبت القيمه بتاعت الميد ابروكسيميت، قلت له يا اخي اوكي هنشوف القيمه بتاعت كي الحاجه اللي بنبحث عنها هل هي موجوده في الوصفه ايه في الخامس. ده ستوبنج كيس، ده بيحصل اذا حصل يا شباب معناه انت خلاص حصلت العنصر اللي انت بتدور عليه. اوكي فريتيرن ميد. اذا ما حصل الكلام ده في احتمالين، اما يكون عنصر اكبر الكي اكبر من اي ميد او اصغر من اي ميد، والحالتين دول يا شباب هم ريكيرسيف او ريكيرجن كيسز. اوكي يعني اذا حصل كانت الكي القيمه تبحث عنها اقل من ايمت، انت كده هتعمل ريكيرجن، بمعنى هتنادي نفس الداله بس لكن هتغير القيمه بتاعت هتغير القيمه بتاعت لاست، بدل ما تبحث لحد لاست تبحث لحد 100 ناقص واحد، يعني ببساطه تبحث في النص الاول النص الاصغر من ايمت. اوكي اما لو كانت قيمه كي اكبر من ايمت برضه هنا في ريكيرجن، يعني هتعيد نفس الحكايه، هتعيد نفس الكولينج لنفس الداله بس لكن البحث هيكون في الجزء الثاني اللي هو من اي ميد بلس 1 لحد الاي لاست. سي بلس بلس يا شباب كان فيري سيمبل برضه، طبعا خليك من بابليك كلاس وكده ما عليك دور. اوكي دي حتاخذها ان شاء الله ان شاء الله في او او بي 1. اوكي ولكن ركز في التعريف حق الداله اللي هو نفس الفكره بتاعتنا، وخليك حتى من بابليك ستاتيك وغيره، بس جول انت سيرش دي الداله حقتك اللي اسمها سيرش بتمرر لها اري، وطبعا دي طريقه يا شباب فاري لان هي تتعلم عن اري اوكي وبيستخدم اكثر في جافا لكن اوكي سيرش او انت سيرش. قلت له يا اخي عندي مصفوفه اسمها اي دي اللي انا حمرر له كوسيط، وعندي فيرست وعندي لاست وعندي كي، كي هو القيمه اللي بنبحث عنها، لاست وفيرست اللي هم ده اخر اندكس المصفوفه واول اندكس المصفوفه في العاده طبعا، ودي المصفوفه اللي انا حمررها. بدايه هعلم متغير اسمه ريزلت، طبعا انت لو اعلنت عن متغير اسمه ريزلت انتجر اوتوماتيكلي هو وبديت تعمل عليه اي كالكوليشن الكومبايلر هيعتبر انه قيمه صفر، لكن ممكن يعمل لك في بعض الاحيان ايشوز، فانت عشان تكيف الكومبايلر هابي هتعمل انيشاليزيشن استريكتلي او افهم اكسبلسيتلي تقول له انت ريزلت ايكوال صفر. اوكي الان بقول له يا اخي ده الستوبنج كيس فيرست اللي هو نفس الكلام اللي كان في سودو كوتينا، فيرست اكبر من لاست ريزلت ايكوال ماينس 1. اوكي ريزلت يا شباب ببساطه هي الاندكس حق العنصر انا بدور عليها. اوكي ودي الحاجه اللي هتكون المرجع من الداله حقتي السيرش اللي هو الحاجه الانتجر هنرجعها اللي هي ريزلت. فلو كان فيرست اكبر من لاست كده معناه العنصر اللي بندور عليه ما موجود، خلي قيمه ريزلت تكون ماينس 1 واعملها ريتيرن زي ما هنشوف بعد شويه. ايلس اذا الكلام ده ما كان حاصل هنا الان في احتماليه ان العنصر اللي بندور عليه يكون فعليا موجود في المصفوفه. احسب القيمه بتاعت ميد اللي هو الابروكسيميت ميد بوينت ببساطه فيرست زائد لاست على 2. اوكي الان عندك الاندكس حق العنصر في النص، شوف هل القيمه حقت كي هي العنصر الموجود في المصفوفه ايه في الخانه ميت اللي الخانه حسبتها قبل شويه في اللوكيشن ده. اذا كان حاصل ببساطه القيمه بتاعت ريزلت هي بتساوي ميت، يعني اذا صدف حظك ومن البدايه كان اول عنصر العنصر الموجود في النص مباشره هو القيمه اللي انت تبحث عنها، غير القيمه بتاعت ريزلت لميت، يعني اذا الاندكس حق ميت هو اندكس حق الحاجه اللي انا بدور عليها. else if دي الحالات اللي بيحصل فيها ريكيرجن يا شباب، اذا كان الكي قيمتها اقل من ايمت، يعني حصل انه القيمه بتاعت كي كانت اقل من القيمه الموجوده في النص، معناها لو في يعني الحاجه اللي بنبحث عنها اذا هي كانت موجوده هتكون موجوده في النص الاول. هقول له result equal search a first mid minus 1 key. الحصل شنو يا شباب؟ انا كنت انادي الداله اسمها سيرش بفيرست ولاست وكي. اوكي هغير بس القيمه بتاعت لاست، اقول له المره دي اذا حصل يعني كانت القيمه بتاعت كي اقل من القيمه في النص
بدل ما ابحث لحد النهايه ابحث لحد القيمه الاقل من 100 ناقص يعني اقل من 100 مباشره اللي هي الاندكس 100 ناقص 1. Otherwise اذا كان القيمه بتاعت كي اكبر من ايمت يعني قيمه الحاجه اللي انا بدور عليها كانت اكبر من القيمه الموجوده في الوسط نفس الحكايه في ريكيرجن بمعنى حتنادي نفس الداله سيرش وحتمر لها نفس الموصوفه ايه بس البحث بدل ما يكون ابدا من الصفر انت حتبدا الان في النص الثاني النص اللي بعد الميت ابدا بس من ميد بلس 1 اللي هو ده الاندكس حق اول عنصر لحد اللاست ودي الكي اللي هي القيم اللي بدور عليها. اوكي الحاجه دي يا شباب لو تابعتها هتلاقيها فيري سمبل وفيري ستريت فورورد implementation للباينري سيرش اوكي وفيري بروبر هيديك ريزلتس اذا كان موجود طبعا اذا كان القيمه موجوده ذاك هيديك الاندكس حقه اذا كانت ما موجوده بيديك ماينس 1. اوكي ده يعني ممكن نشوف تفولو الستبس حقت الريكيرجن حصل فيها عشان بالضبط. فمبدئيا افترضنا ان عندنا منصوفه اسمها A فيها 10 خانات من A0 ل A9 وعند القيمه بتاعت اللي بندور عليها او بدور عليها هي 63 فيرست هي 0 لاست هي 9 دي البدايه يا شباب. اوكي في البدايه هنحسب الميد اللي هو 0 زائد 9 على 2 نلقى 9 على 2 اللي هي 4 ونص اللي هي بالتقريب 4 همشي الاندكس 4 القيمه الموجوده هنا A 4 هل بتساوي الكي؟ هنا 57 وهي 63 لا ما بيساوي كي. اذا هنقيد طيب اوكي هي ما بتساوي كي اصغر ولا اكبر؟ قال لك القيمه دي اصغر من دي اذا لو القيمه بتاعتنا اللي بدور عليها كي 63 موجوده هتكون موجوده في النص الثاني وليس النص الاول صح؟ اذا انا هبحث ابتداء من 63 اللي هي ميد زائد واحد وانتهاء بلاست كل الجزء الاول ده هنعمل له ببساطه it will be discarded يعني ما حيكون considered. اوكي هتغير القيمه بتاعت فيرست لميد زائد واحد واللاست كمان هي 9. اوكي من هنا هنبدا ايتريشن جديده. اوكي وهنبدا ريكيرشن جديد في الحقيقه. بنحسب الميد اللي هي 5 زائد 9 على 2 اللي هي 14 على 2 اللي هي 7 هي 7 وهقارن الكي بتاعي مع الـ A 7 هل في ماتش؟ هل القيمة بتاعت 63 هي القيمة الموجودة في موصوف A في الخانة 7؟ ما هي نفسها؟ معناها في ريكيرشن ثانية. طيب المرة دي حيكون البحث وين؟ الـ 80 أكبر من 63 معناها القيمة أنا أبحث عنها لو هي موجودة ديفينتلي ما حكون موجود في الجزء ده مرتب يا شباب حكون موجود في الجزء ده. أوكي ببساطة أنا ما حبحث طبعا 180 نفسها عشان ما أضيع الزمن أنا هبحث من 75 لأنها أعتبر إنه اللاست هو 75 والفيرس في مكان اللي هو 63 زي ما شايفين هنا. أوكي ومرة ثانية عندي فيرس 5 واللاست 6 هنجيب الميد بوينت اللي هي 5 زائد 6 على 2 اللي هي ببساطة 11 على 2 اللي هي 5 فبجيك هل القيمه بتاعت الميد او اي ميد اللي هي اي 5 بتساوي الكي اللي هو 63 بدور عليه اللي هو نفسه اذا الكي از فاوند وبعمل ريتيرن القيمه او الاندكس حق القيمه اللي انا بدور عليها. اوكي هنا يا شباب بصوره عامه مجموعه من الحاجات اللي يو هاف تو تشيك عشان تتاكد انه الريكيرسيف فانكشن بتاعتك الامبلمنتيشن بتاعها صحيح. اولا هل في infinite recursion؟ يعني هل في احتمال انه يحصل recursion to infinity؟ يعني ليك ما في احتمال زي ده، ليش؟ There is no infinite recursion. ببساطة on each recursive call في كل مرة بنعمل فيها نداء للدالة اللي اسمها search the value of first increased أو the value بتاعت last increased. يعني كل مرة القيمة بتاعت first ماشية زايدة والقيمة بتاعت last ماشية ناقصة. The chain of recursive calls إذا كانت السلسلة بتاعت النداءات الذاتية does not end some way on the middle يعني اذا ما انتهت في مكان ما في النص بانه حصل الماتشنج او حصل القيمه اللي بدور عليها then eventually the method will be called with first larger than last حيحصل اذا at some point والقيمه بتاعت first اكبر من last ونحن طبعا حاطين stopping condition انه اذا كان الفيرست اكبر من last ببساطه الريزلت يكون ماينس 1 وعمل ريتيرن ريزلت مباشره الالسنس ما حنشوفها. فببساطه يا شباب ما في infinite recursion. طيب حاجه ثانيه هل كل واحدة من الـ stopping cases بتعمل الـ action بتاعها بطريقة صحيحة؟ طيب الحالات بتاعت التوقف زي ما شفت في السودو كود يا شباب هنا نحن عندنا two possible stopping cases إما يكون الـ first أكبر من last بتحصل يا شباب في حالنا الـ
السيرش ما كان سكسسفول، بمعنى دورنا على كل العناصر او في كل العناصر وما لقينا العنصر بندور عليه، او انه نكون حصلنا العنصر اللي عايزينه. اوكي، فكل واحده فيهم بتعمل مهمات رابطة بطريقه صحيحه. اذا كان الفيرست اكبر من لاست، there are no array elements between a first and a last that is equal to key. So key is not in this segment of the array and the result is correct to set to minus one. And if k equal a mint اللي هي حصل معاك في الحته دي results correctly set to mint، يعني هتبقى القيمه بتاعت mint عفوا القيمه بتاعت result هي القيمه بتاعت mint وهنعمل return result، otherwise القيمه بتاعت result هتكون minus 1 وهنعمل return minus 1 بتاع الموضوع. طيب ده بالنسبه لل stopping cases. طيب بالنسبه لل recursion cases او cases اللي فيها recursion، كل واحده فيهم بتعمل الوظيفه بتاعتها صحيحه؟ ريكيرسيف كيسز. طيب ريكيرسيف كيسز هم حالتين، اما قيمه الكي تكون اقل من مت او قيمه الكي تكون اكبر من مت، وفي الحالتين كل واحده فيهم بتعمل بالضبط المطلوب منها. اذا كان الكي اقل من مت معناها يعني القيمه اللي نبحث عنها كانت اقل من القيمه في الوسط، كده معناها العنصر اللي نبحث عنه اذا هو موجود هيكون موجود في الطرف النص الاول من المصفوفه. Then it must be one of the elements a first through a mid minus one، يعني غير القيمه بتاعت last ل mid minus one. دي اذا هي كانت موجوده or it is not in the array، يعني اذا هي ما كانت موجوده هتكون ما موجوده اصلا في المصفوفه. بالتالي فعلا يعني حصل التعديل المناسب في حال انه قيمه key كانت اقل من a mid. The method should then search only those elements which it does. وفعلا المصفوفه او عفوا الداله بتاعتنا اللي عرفناها عمليه البحث حقها هتقتصر على العناصر الموجوده ما بين a first ل a mid minus 1. The recursive call is correct, therefore the entire action is correct. وبما انه الحاجه دي بتحصل فعليا بطريقه بوبرز زي ما شفنا هنا يا شباب في التعريف حق الداله، اذا كان الكي اقل من a mid فعلا from a from first to mid minus 1 it's proper، ما في مشكله. بنفس الطريقه يا شباب إذا كان القيمة بتاعت كي أكبر من أي ميت، في الحالة دي المفروض يكون البحث طالما الكي أكبر من الحاجة الموجودة في الوسط، في الحالة دي مفترض الكي إذا هو كان موجود هيكون موجود في اللوكيشنز أو الإندكسز من ميت بلس 1 لحد أي لاست. إذا ما هو كان موجود في الرينج ده معناه ببساطة it's not in the array. Okay. الميثود بتاعتنا إذا كانت هي معرفة بطريقة صحيحة المفروض البحث في حال إنه الكي أكبر من أي ميت يكون مقتصر على الجزئيه دي اللي هي ما بين a mid plus 1 لحد a last. The method should then search only those elements which it does. وده اللي بيحصل فعليا. اوكي؟ بالتالي the recursive call is correct, therefore the entire action في حال انه كان كي اكبر من a mid is correct. اوكي؟ فبما انه المصفوفه بتاع اول داله بتاعت اسمها search امتاز كل الثلاث اختبارات دي، ممكن نقول انه it's good recursive method definition. اوكي؟ دي يا شباب نفس الداله بتاعتنا، نفس الريكيرسيف فانكشن بتاعتنا، ولكن عرفناها بطريقه يسموها الايتريتيف فيرجن اوف ذا باينري سيرش. اوكي؟ حاجه البحث. عرفناها بدل ما يكون على طريق الريكيرسيف فانكشن باستخدام اللوبينج او الايتريشن. اوكي؟ عرفنا الداله بنفس الحاجات اللي هو سيرش اسمها سيرش طبعا، وفيها المصفوفه وفيها لو اند وهاي اند وكي. لو اند وهاي اند ده زي الستارت اند زي ما هنشوف بعد شويه. فبنقول يا اخي الفيرست بتساوي اللو اند واللاست بتساوي الهاي اند وعرفت متغير اسمه ميد. اوكي؟ وعرفت متغير اسمه الفاوند وريزولت. فاوند هو بوليان اديته قيمه فولس، وريزولت هو انتجر اديته قيمه صفر. قلت له يا اخي وايل فيرست اقل من او تساوي لاست اللي هو ده عكس الستوبينج الستوبينج كيس يا شباب. طالما الستوبينج كيس ما كان متحقق، يعني طالما الفيرست ما كانت اقل من لاست اند فاوند ايكوال ترو، او ببساطه نوت فاوند، يعني فاوند هي بوليان فاريبل انيشلايز تو فولس، فنوت فاوند معناها ترو. اذا كان الكلام ده متحقق انه فاوند قيمته فولس بالتالي نوت حقه ترو، وكانت القيمه بتاعت فيرست لا تزال تحقق شرطي بانها هي اقل من او تساوي لاست، الحالة دي مثلا يا شباب احسب لي القيمة بتاعت ميد يساوي فيرست زائد لاست على 2 في الطريقة بتاعت. واذا كانت
طبعا احنا حاليا داخلين بداخل الوايل لوب. اف كي ايكوال ايكوال اي ميد، بعد ما حسبنا القيمه بتاعت ميد، شوف القيمه بتاعت كي، هل هي القيمه بتاعت العنصر الموجود في الصفحه ايه في الخانه ميد؟ حصل، مباشره غير القيمه بتاعت فاوند ديترو، العنصر اللي بندور عليه لقيناه، وطبعا كلنا عارفين والقيمه بتاعت ريزلت هتتغير لانها تبقى ميد. اوكي؟ هتحصل اما الاف ستيتمنت دي او الالف اف ستيتمنت دي او الالف اف ستيتمنت دي، وبعدها هتكون الوايل لوب انتهت وهنشيل النكست ايتريشن، صح؟ مظبوط؟ طيب ببساطه يا شباب، افترضنا انه العنصر اللي بندور عليه كان موجود في الخانه الاولى، معناها ببساطه الاف ستيتمنت الاولى، عفوا كان موجود في الخانه في النص مباشره اللي هي الخانه ميد، فمعناها الاف ستيتمنت اتنفذت، او الاف ستيتمنت الكونديشن بتاعها اتنفذ اللي هو كي كان بيساوي اي ميد، مباشره غيرنا القيمه بتاعت فاوند لترو وتغيرت القيمه بتاعت ريزلت لميد. فلما نيجي للنكست ايتريشن حقت الوايل لوب هيلاقي انه ببساطه شرطيه ما حقت. فخلاص اللوب انتهت، فهيعمل شنو؟ هيجي للجزء ما بعد اللوب. الجزء ما بعد اللوب فيه احتمالين، اما قيمه فيرست تكون اكبر من لاست، وده ما حاصل في الحاله بتاعت انه كان العنصر اللي بندور عليه هو كان العنصر الموجود في النص، بالتالي ما حيتنفذ ذا وحيعمل ريتيرن للريزلت. طبعا اذا هو ده كان حاصل معناه العنصر اللي بندور عليه ما لقيناه، اوكي زي ما هنشوف بعد شويه، وبالتالي قيمه فيرست هتكون بقت اكبر من لاست، وبالتالي ارجع قيمه اخلي الريزلت تساوي ماينس 1 واعمل ريتيرن للريزلت بقيمتها الجديده اللي هي ماينس 1، بمعنى ان العنصر اللي بندور عليه ما حصلناه. اوكي طيب نمشي شويه في حالات ممكن تكون اكثر تعقيدا، اللي هو ببساطه لو كانت القيمه حقت فيرست، القيمه حقت الكي بندور عليه ما كان هو العنصر الموجود في ايمت، ما كان هو العنصر الموجود في الوسط مباشره، طيب نفترض انه هو كان اكبر. اوكي الحقيقه يحصل يا شباب انه حيمشي في الفيرست ايتريشن او في الفيرست الدوره الاولى في الحلقه التكراريه، القيمه بتاعت ميد بعد ما حسبناها شفنا القيمه بتاعت كي، هل بتساوي العنصر الموجود في ايه في الخانه الوسط؟ لقينا الشرط ده غير متحقق. اوكي وافترضنا يا شباب ان الكي اكبر، يعني كان في النص الثاني، فهذا الشرط ده متحقق برضه ما متحقق، فهنمشي للشرط ده اللي هو انه الكي اكبر من اي ميد. اوكي في الحاله دي هنمشي هنغير القيمه بتاعت فيرست لانها تبقى ميد بلس 1. اوكي وكل اللي هعمله وكده انتهت الحلقه التكراريه يا شباب، الشرط ده غير متحقق لسه فيرست، يعني بس بقت بدل ما كان الصفر بقت العنصر في النص، ولاست لسه هي اخر عنصر في المصفوفه او اخر اندكس في المصفوفه، فلسه فيرست ما اكبر من لاست، ولا عفوا يا شباب، فطبعا الجزء ده اصلا هو ما حيشوفه، معلش يعني هو بعد ما عمل الحاجه دي غير القيمه بتاعت فيرست لميد بلس 1 مباشره حيرجع تاني للنكست ايتريشن في اللوب، لانه الى الان لا فيرست اقل من او تساوي لاست، يعني شرط حق اللوب ما انكسر الى الان، ولا الفاوند بقت ترو عشان يبقى النوت فاوند هو الفولس. اوكي فهيحسب القيمه الجديده للميد اللي هي بقيمه فيرست الجديده ومع لاست، ببساطه كانه هيحسب فيرست قيمتها اتغيرت لانها بقت زي ما قلنا ميد بلس 1، فالان قيمه فيرست بقت ميد بلس 1 القديمه زائد لاست اللي هي نفس القيمه القديمه. اوكي مقسومه على 2، يعني كانه بنبحث الان في النص الثاني يا شباب من المصفوفه. ونعيد نفس العملية، إذا كانت القيمة بتاعت كي بتساوي أي ميد اللي هو الميد حق المصفوفة أو الجزء الثاني من المصفوفة، ببساطة بنقول الميد هو ريزلت وأعمل قيمة الفاوند ترو، أذروايز بنشوف هل القيمة بتاعت كي أكبر من النص الجديد أو أقل من النص الجديد، إذا كان أقل أعمل كده، إذا كان أكبر أعمل كده. أوكي؟ صار يا شباب اللي هو عايز يقوله إنه من طريقة كان حقيقة نفس الحاجة في الريكيرجن وفي الايتريشن، الاثنين مكنونا إن نقدر نعمل امبلمنت السيرش فانكشن. اوكي الخيار راجع لك طبعا، اذا كان في بعض الاحيان، وان كان في بعض الاحيان ممكن يطلب منك تحديدا انك تستخدم الريكيرجن تو امبلمنت الباينري سيرش فانكشن او الايتريشن او الوايل لوب تو امبلمنت الباينري سيرش فانكشن. بكده يا شباب خلصنا المحاضره بتاعتنا اليوم، شكرا جزيلا لكم ونتلاقى ان شاء الله في المحاضرات الجايه.